واجهة صغيرة متواضعة يجتمع أشهر شخصيات سياسية في العالم وأكثرها شعبية، شخصيات خشبية تبدو لطيفة وفرحة حين يصنعها السويدي أوربن غونرسون في مشغله المتواضع وسط العاصمة السويدية ستوكهولم. منذ سن 15 ينكب أوربن على نحت مجسمات للسياسيين السويديين والعالميين في حرفة ورثها عن والده منذ العام 1962. ففي زاوية معرضه الصغير يجتمع معظم رؤساء العالم، بدءا من وينستون تشرشل وصولا إلى أسامة بن لادن وباراك أوباما، إضافة إلى شخصيات تجسد البيئة السويدية بما تجمعها من أهل السياسة والحرف والمهن التقليدية. عندما أبدأ بعمل مجسم علي أن أنظر إلى الصورة بدقة كي أتعرف إلى الوجه، وفي المرة الأولى تقع بعض الأخطاء. قد أصنع العين في المكان الخاطئ أو أنحت ابتسامة غير مناسبة. كل قطعة تتحسن قليلا مع الوقت. أوباما هنا I would say actually this one is the better. أوباما هنا أفضل بعد أن حصل على إذنين أكبر ووجه أنحل. It's more narrow face, which he has. كما في الصورة الكاريكاتور الأمريكية. Especially in American drawings, caricatures. أما الملك السعودي فيصل بن عبد العزيز فكان أول الشخصيات السياسية العربية التي نحتها والد أوربن، ومن ثم تابع بعده بتشكيل كل من الرؤساء أنور السادات وياسر عرفات وصدام حسين وغيرهم. It's my father who started making King Faisal, and I think بدأ والدي بصنع الملك فيصل لأول مرة في السبعينات من خلال غلاف مجلة التايمز. Actually, from a cover of the Times magazine. For the political figures. بالنسبة للمجسمات السياسية هذا هو الحجم المعتاد. في حال لم يطلب أحد الزبائن أكبر منه. Somebody wants a larger figure. صنع والدي مجسم أكبر لفيديل كاسترو، أهداه إياه رئيس الحكومة السويدية الأسبق أولف بالما عندما زار كوبا في العام 76. وبعد اكتمال عملية النحت تبدأ مرحلة تلوين المجسمات التي تتولاها نساء العائلة بالوراثة أيضا. فجيزيلا شقيقة أوربن التي ورثت الحرفة عن والدتها وجدتها تضفي بريشتها ألواناً إلى الشخصيات لتجعلها أكثر حيوية. النحت يحتاج إلى يدين قويتين. أعتقد أننا نحن نساء من الأسهل علينا التلوين. طوال حياتي كنت ألون قطع مختلفة وأقوم بأعمال يدوية أخرى، وعندما مرضت والدتي قبل 10 سنوات بدأت بتلوين المجسمات في الورشة هنا. أختار الألوان بنفسي، لكن بالنسبة للشخصيات السياسية أنظر إلى الصور كي أنقل الألوان المشابهة لها. في الحقيقة كنت أسأل عن إمكانية صنع مجسم لوالد زوجتي، أقدمها له كهدية في عيد ميلاده 60. أوربن يعد مدرسة في ستوكهولم، إنه يصنع مجسمات فريدة من نوعها. وإن كان وينستون تشرشل من أكثر الشخصيات شعبية من قبل الزبائن، فإن جورج بوش وصدام حسين وأسامة بن لادن وباراك أوباما من أكثر القطع مبيعاً في السنوات الأخيرة. أما الدالاي لاما فهي الشخصية المسالمة التي يتطلع أوربن إلى صنعها في المستقبل القريب. خصوصاً في وقت الصيف يقصدنا الكثير من السواح، لكنهم غالباً ما يشترون النماذج السويدية، أعني السياحية منها. المجسمات هي باللباس السويدي الرسمي. بدقة وعزيمة يصنع أوربن عالمه، عالم خاص يجمع فيه مختلف أطياف المجتمع بشخصياته السياسية والإنسانية لتزين رفوف من يستهوي اقتناؤها، وتبقى تحفة فنية لها دلالاتها مهما مر عليها الزمن. رانيا الأخضر من العاصمة السويدية ستوكهولم لبرنامج محطات.